بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا والإخوان سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا غلا الأمر إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا فيما يكره في اللحية من خصال، قال الإمام غزالي، نربط درس الأمس ونكمل اليوم. قال: وفي اللحية 10 خصال مكروهة وبعضها أشد كراهة من بعض. قال: وهي خضابها بالسواد وطبيضها بالكبريت ونتفها ونتف الشيب منها والنقصان منها وزيادة فيها وتسريح تصنع لأجل الرياء وتركها شعثة إظهارا للزهد والنظر لسوادها يعني عجبا بالشباب وإلى بياضها تكبير يعني تكبرا بعلو السن، وخضابها بالحمرة الصفرة من غير نية تشبها بالصالحين من غير نية. ذكرنا الأول خضاب بالأسود، والثاني خضاب بس الخضاب الأسود لأنه إجمالا ممكن الواحد يعني يدلس على الناس. وذكر الإمام الغزالي قصة رجل في زمن عمر الخطاب دلس على أهل امرأة وكأنه يعني لسه إيش يعني لسه شباب وخضبها بالسواد. المهم يبدو أنه فسخ بينهم. يعني النص عند الإمام الغزالي يقول: فرد نكاحه وأوجعه ضربا، ورد نكاحه، والجزء الثاني ايش؟ اوجعه ضربا لانه فيها غش. نعم، على كل حال كانوا يعني يصبغون على اساس انه في الجهاد يكون الناس تتقابل مع بعض البعض، ومظنت انه هذول الناس لسه فيها ايش؟ يعني لسه فيها حيل، لسه شباب. التبييض بالكبريت العجيب انه كانوا يبيضون الشباب الصغار يتصنعون الشيب، يعني يستأخرون الشيب لأن الشيب مظنة الحكمة والوقار وكذا إلى آخره، أيضا من التدليس وإن كان سبحان الله. نعم، وذكرنا بعض الكلام في قضية السن. يعني لا بأس أن نذكرها لأنها جميلة. ويقال إن يحيى بن أكثم ولي القضاء وابن 21 سنة، فقال له رجل في مجلسه يريد أن يخجله بصغر سنه: كم سن القاضي أيده الله؟ مبين عليه شاب صغير. فقال: مثل سني عتاب بن أسيد حين ولاه صلى الله عليه وسلم إمارة مكة وقضاءها فأفحمه. يعني بدك السن تقول عني أنا صغير على القضاء؟ مثلي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من هو؟ نعم خير. وروي عن مالك أنه قال: قرأت في بعض الكتب: لا تغرنكم اللحى فإن التيس له لحية. وقال أبو عمرو بن العلاء: إذا رأيت الرجل طويل القامة صغير الهامة عريض اللحية فاقض عليه بالحمق ولو كان أمية ابن عبد الشمس. وكأنه كان مضروب به المثل في الحكمة، لكن القضية أنه إذا كانت الهيئة بهذه الصورة قال فاقض عليه بالحمق. وقال أيوب السختياني: أدركت الشيخ ابن 80 سنة يتبع الغلام يتعلم منه. لا بأس، يعني هذه كون الإنسان ما يجي الإنسان ويقول ما يجي الإنسان يقول أنا بلغت من السن كذا أو مكانتي كذا فلا أجلس في مجالس العلم. هذا يعني تكبر فارغ من المعنى، لا يصح لا يليق. الإنسان يعني يحاول يحصل علم ما دام على قيد الحياة، يحاول دائما أن يتعلم، وليس التعلم حتى يباري به ويباهي به ويجادل، لا، هي للتطبيق وحتى يرقى إن شاء الله في المكانة عند الله عز وجل إن شاء الله. وقال علي بن الحسين: من سبق إليه العلم قبلك فهو إمامك فيه وإن كان أصغر سنا منك. إذن السن مش هي القصد، قضية العلم. وقيل أبي عمرو بن العلاء: أيحسن من الشيخ أن يتعلم من الصغير؟ فقال: إن كان الجهل يقبح به فالتعلم يحسن به. يعني يتعلم من الصغير وإذا ظل جاهل لا يتعلم. وقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي. يحيى بن معين ورأى أحمد بن حنبل، اللهم اغفر لهم وارحمهم أجمعين وجميع علماء المسلمين ونحن معهم إن شاء الله. وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي أبا عبد الله،
تركت حديث سفيان بعلوه وتمشي خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه؟ فقال أحمد: لو عرفت لكنت تمشي من الجانب الآخر. يا لو لا أنت ماشي ورا المظهر ولا ماشي ورا المخبر؟ هو ماشي ورا المخبر، يعني عند هذا الفتى. والذي يقال له الشافعي رحمه الله عنده علم، عنده علم. هي يعني فيها شوية، يعني هو صغير، يعني لعله مقابل سن علماء آخرين. نعم، ما هو الإمام الشافعي درس وهو صغير حدث، وأفتى وهو صغير، يعني واضح نعم. إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول، وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلو ولا بنزول. نعم. الرابع: نتف بياض هسل كافا من الشيبة. قد نهى عليه الصلاة والسلام عن نتف الشيب، وقال هو نور المؤمن. وفي معنى الخضاب بالسواد، في معنى الخضاب بالسواد الذي يدهن يصبغ اللحية بالسواد، والذي ينتف الشيب سيان، فكلاهما يريد أن يظهر سوادا بلا يواض. هاي معنى أنها هي، وهو في معنى الخضاب السواد. وعلة الكراهية ما سبق، والشيب نور الله تعالى، والرغبة عنه رغبة عن النور. يعني هي أيضا مراسيل، هي أيضا إيش؟ مراسيل، رسائل. يعني على الإنسان يستحي من كوني قد أصبح إيش؟ ألا يقال في المثل لدينا شايب؟ يعني ما قالوها على الشاب، إنما قالوها على الشايب. فليستحي الإنسان أن يكون صاحب، يعني أن يكون ذا شيبة ويفعل كذا وكذا وكذا. الخامس: نتفها ونتف بعضها بحكم العبث والهوس، وذلك مكروه مشوه للخلقة. ونتف الفنيكين بدعة، وهما جنبتا العنفقة. هاي العنفقة على الجوانب، ها هنا شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته، نضلس. ورد عمر الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته. وأما نتفه في أول النبات تشبها بالمرد الأمرد الذي هو لا نعم فأما نتفه في أول النبات تشبها بالمرد فمن المنكرات الكبار، فإن لحية زينة الرجال، في الله سبحانه ملائكة يقسمون: والذي زين بني آدم باللحى وهي من تمام الخلق، وبه يتميز الرجال عن النساء. لم ينسب الإمام الغزالي، إنما أخذه من قوت القلوب. أخذه رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. نعم، وروي عن سيد عائشة أنها كانت تقول كما ذكر ذلك ابن قتيبة في عون الأخبار، وانظر تنزيه الشريعة. على كل حال، هو من قبل ومن بعد هذا النص، يعني عندنا حوالي ستة نصوص كلها من قوة القلوب لأبي طالب المكي. رأيت أحد هذه المرات المشكلة في قضية الذين يحترفون التسول. كان هنالك ولد عندنا في المنطقة ها هنا، يعني يشحد يتسول ويقول يتيم، ويقول إيش؟ يتيم. طيب، ابن 8 سنين يتيم، ابن 10 سنين لسه يتيم. كبر وأصبح شابا، ورأيت الشاب هذا لا يبقي ولا شعره، يحلق واضح أنه، ثم يضع عليها طبقة من المكياج والبودرة حتى يغطي على أنه إيش، ولا زال يقول إيش، يتيم. يعني خطير ويقول إيش، فهذا مش بس ينتف، ووضع أخرى طبقة من ما هي المشكلة إنه يعني هؤلاء محترفون ليس لحاجة.
وقيل في غريب التأويل اللحية هي المراد بقوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء. قال أصحاب الأحنف بن قيس وددنا أن نشتري للأحنف لحية ولو 20,000، لم يكن له لحية. لكن في قصة قضية اللحية، ويفرض أنه إنسان ما عندهش لحية، هي القضية ما عندهش الشعر، جنوب شرق آسيا تقريبا كلهم ما عندهمش لحية، يعني يدوب شعر شعرتين، يدوب شعر شعرتين. في قصة قولوا معي الزير سالم، مش بقولوله الزير سالم ما لهش لحية في القصة، وين اللي بتذكروا تراثنا؟ لا ما هي القضية الأساسية، مش قالوا إنه اللي بدخل المشط في لحيته هو الذي يفعل كذا وكذا، وما كان له لحية فقام دق المشط في لحم وجنته. يعني القضية تحدي إنه أين تقف المشط، فأوقف وين؟ في اللحم طبعا. يعني ما احنا قلنا يعني هي القضية الأساسية، القصص هذا يكون فيه من الدراما ما فيه، لكن يعني الرجل لا يعيبه، هي معنى القصة، الرجل لا يعيبه عدم وجود ايش الشعر. وقال شريح القاضي وددت لأن لي لحية ب10,000، وكيف تكره اللحية وفيها تعظيم الرجل والنظر إليه بعين العلم والوقار والرفع في المجالس وإقبال الوجوه إليه والتقديم على الجماعة وقاية العرض، فإن من يشتم يعرض باللحية إذا كان المشتوم لحية. ألا يقال عيب على لحية؟ نعم بالعامي يقال عيب على لحية فلان أنه فعل كذا وكذا. نعم وقد قيل إن نعم 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 دبل لا دبل وقد قيل إن أهل الجنة مرد إلا هارون أخا موسى عليهما السلام، فإن له لحية إلى سرته تخصيصا له وتفضيلا. ولهمه وردت في القرآن لا لا نعم يعني تكريما، يعني هيك المعنى. السادس تخصيصها كالتعبية طاقة على طاقة للتزين للنساء والتصنع. قال كعب يكون في آخر الزمان أقوام يقصون لحاهم كذنب الحمامة وعرقفون نعالهم كالمناجل، يعني كلها في البداية كلها أولئك لا خلاق لهم. نعم ربنا يغفر لنا. السابع الزيادة فيها وأن يزيد في شعر العارضين من الصدغين وهو من شعر الرأس حتى يجاوز عظم اللحي أو ينتهي لنصف الخد، وذلك يباين هيئة أهل الصلاح. موجود الآن سبحان الله في بعض البلاد احنا نسموها السوالف، بيعرضها وتكون داخل نازع لحية ولحية أخف من السالفين. الثامن تسريحها لأجل الناس، قال بش في لحية شركان عدها من الشرك، شرك أصغر. تسريحها لأجل الناس وتركها متفتلة لإظهار الزهد، هنا مذموم هنا مذموم يعني بالنية. التاسع والعاشر النظر إلى سوادها وبياضها بعين العجب، يعني ينظر في المرأة ومتجلي معها على هاللحية يعني. نعم سبحان الله. وذلك مذموم في جميع أجزاء البدن بل في جميع الأخلاق والأفعال على ما سيأتي بيانه. يعني لا ينظر الإنسان ويبدأ إيش يصل إلى مثل هذا العجب بعضلاته وبشعر وبهيئة وبأسنان وبشاربين وبسابلتين. إن رأيت، ما هو الأصل في الدعاء، اللهم نظرت أنت في المرأة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، يعني من هالباب هذا. إن رأيت شيئا الحمد لله رب العالمين، يا ربك الحمد هو لك الشكر، يسأل الله عز وجل أن يحفظ عليك النعمة. هذه القضية الأساسية. هذا ما أردنا أن نذكره من أنواع التزين والنظافة، قد حصل من 3 أحاديث من سنن الجسد 12 خصلة، 5 منها في الرأس، ويفرق شعر الرأس والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك، و3 في اليد والرجل، وهي القلم تقليم الأظافر وغسل البراجم وتنظيف الرواجب، ما أحاط بالأنامل من الظاهر ومن الداخل. وقلنا أي لرابع مرة في الأيام هذه نقول اجعل موعد القص الأظافر
كل يوم جمعة صباحا مثلا أو الخميس مساء، يعني معنى رتب الأمر بحيث أنه يكون قبل صلاة الجمعة، فلا يراك الناس وأنت صاحب أظفار يعني طويلة، يعني مما يعيب الرجل. يعني رأيت أستاذا في جامعة مرموقة، وكانت الأيام صيف ولابس مثل الصندل أو الشبشب ولا، وكانت أظافر القدمين طويلة ومتسخة. عيب أن يرى الإنسان بغض النظر عن مكانته، ولكن إذا كان له مكانة وهو أستاذ وهو من هو، لا يصح، لا يصح، مش لا مش مقبول أبدا. يعني لا، وفي حقه تكون أكثر، لأن الناس تنظر تقول انظر انظر. أي سبحان الله، مرات الواحد بيسافر ويعني في السفر قد يرى من بعض يرى ما قد لا يراه. يعني الآن كيف لنا أن نرى من بعض البعض؟ لا نرى، مكان مكان في المسجد وكذا الآخر. لكن سافرت مع بعض الأساتذة تكتب السفر وكذا، ومثلا محل الإقامة مشترك كذا، فيرى مثلا بالفانيلا. فإذا وهو أستاذ في الشريعة وشعر إبطه كغابة، يعني لا 40 يوم ولا 4 أشهر، تمام؟ يعني من هاي من يوم إلى اليوم حوالي 20 سنة، ولا ينسى الإنسان. لا نذكر الأسماء، لكن لا يصح، لا يصح. إحنا نتحدث عن عامة الناس، قال: وأربعة في الجسد، وهي نتف الإبط والاستحداد والختان والاستنجاء بالماء، فقد وردت الأخبار مجموع ذلك. وإذا كان غرض هذا الكتاب التعرض للطهارة الظاهرة دون الباطنة، فلنقتصر على هذا، وليتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه التي يجب التنظيف منها أكثر من أن تحصى، وسيأتي تفصيلها في ربع المهلكات مع تعريف الطرق في إزالتها وتطهير القلب منها إن شاء الله تعالى. وليتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه، يعني ما انتبهنا فننبه، شو الباطن؟ الظاهر مقدور عليه وللأسف فيه إهمال. الظاهر مثل قلنا قص التقليم الأظافر مقدور عليه وفيه إيش؟ إهمال. ولكن الإمام غزالي ينهي بما بدأ، على الأقل ذكر في بداية هذا الكتاب، في كتاب أسرار الطهارة، نذكر بس نذكر هكذا شيء بسيط جدا. قال رحمه الله، لكن هو ذكر، أريد أن نعود لقضية الباطن. نعم، سبحان الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة، بنظافة خارجية، وأفاض على قلوبهم تزكية لسرائرهم أنواره وألطافه. سبحان الله. إذن هنالك إيش؟ يعني ذكر النظافة، ولكن بيّن مباشرة قال القلوب. قال إيش؟ القلوب تزكية، مياه وصابون وشامبو وكذا للظاهر، والداخل ولا يمكن تغسله بإيش؟ بالصابون وماء الصابون. يا ليت الظاهر تتوضأ أو تغتسل بثلاث دقائق أو بعشر، يعني يا ليت أن الباطن ينظف بعشر دقائق من المياه، يا ليت. الباطن بحاجة إلى مراعاة دائمة. كيف الذي يشمر حينما يدخل مثلا حقلا؟ كيف الذي يشمر عن ساعد الجد معنويا؟ أنت بحاجة إلى قضية تزكية القلب كل يوم من بداية النهار إلى آخر النهار، لأنك إن فعلت أي شيء مخالف لمراد الله عز وجل كأنك بتمسك أنت بحبر أو أوسخ أكثر من ذلك، وترمي بها على ثوب نظيف أبيض، وثوب نظيف والثوب نظيف، شو بصير للإنسان؟ حريص. لو كان متسخا
مش ساعد. كان متسخا مش ساعد. لذلك القلب لابد من تزكية القلب والحفاظ عليه، يحرص عليه. كيف الذي يحرص؟ شو بدك تشبه؟ طبعا المثال سيكون الناس بتخاف على أموالها، ما بدها توصيها إنه إيش تغلق الأبواب والخزائن والخزنات وتخبي تحت البلاط وتخبي تحت يعني بدهمش يعني توصية. يجب أن يحرص على القلب أكثر من كل هذا. الإمام الغزالي يقول يبعد أن يكون المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم الطهور، وأيضا الطهور، الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان، يقول بأن يفيض عليه الماء ويلقيه، يعني تنزل الماء وبتروح، قال إنه هذا هو نصف الإيمان. قال هيهات هيهات، وإبقاء الباطن مشحونا بالخبائث والقذورات. قال هيهات هيهات. ثم بين مستويات الطهارة الأربعة. الأولى اللي هي نظافة الظاهر، وهي معروفة عند جميع الناس إجمالا، إن أخطأ في شيء يصلح شيئا في الوضوء في الغسل. المستويات الثالثة الباقية قال ونعيد نركز، لأنه المعنى هي واضح. قال طهارة الجوارح عن الجرائم والآثام، وسماها جرائم، سماها ماذا؟ جرائم. والذي يقترف الجريمة بأمر من العقل والقلب، يعني اليد ما هي إلا وسيلة، اليد ما هي إلا وسيلة، والقرار من الداخل. يعني القاتل في ابني آدم، القاتل فيهما لأن بسطت إلي يدك، اليد ما إلها، لأن من الذي يبسط اليد؟ هو. يعني في قرار، ما بتقول يدي هي التي ضربت وهي التي أسأل إيه، شو بقول عندنا بالعامية، أسأل إيدي وين حطت المفتاح، شوف أنت الذي فعلت. إذن طهارة الجوارح عن الجرائم والآثام. سبحان الله، فالذي يبطش والذي يعذب والذي يسجن والذي يقهر والذي يستولي والذي يسرق والذي يصادر والذي، كلها أفعال، كلها أفعال من يد شائنة. نعم. والمستوى الثاني قال طهارة القلب، طهارة الباطن. الحسد، الحسد أين والغير وين مكان؟ هذه ما لهاش علاقة بالأصابع ولا باليد ولا بالقدم، صحيح، ولا بالأنف. نعم، مكانها القلب، فهو يجب أن يحرص على هذا. يعني بمعنى تحسد ليش؟ اللي بيحسد، والله أنا متعجب اللي بيحسد، اللي ما يحسد. الله عز وجل هو الرزاق، الله عز وجل هو الرزاق. رأيت أن الله عز وجل قد رزق فلان من الناس كذا وكذا، أمان. العنوان، عنوان الرزق الله عز وجل، فاطلب من الله عز وجل، فقل اللهم بارك لي فلان واحفظ عليه ما رزقته، وإذا جاء عبالك اللهم ارزقني مثله. سليمان عليه السلام طلب مش مثلهم، لا ينبغي لأحد ملك، ما في حدا إيش يوم الأيام يمتلكه، صح ولا لا؟ عرف العنوان. زكريا عليه السلام وهو عارف العنوان، بس ستنا مريم ذكرته بالعنوان، أن لك هذا، قالت هو من عند الله، فطن لحاجته، صح ولا لا؟ فالإنسان عليه ينظر في نفسه، ما الذي يدور في هذا، في هذه النفس، في القلب، ما الذي يدور؟ سبحان الله.
حتى لا يظل هنالك أي خلق مذموم في النفس. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك. سبحان لا إله إلا سبحان لا إله إلا هو الرزاق. إذن طهارة الظاهر قال حتى ذكرها قال من الأحداث، طهارة الظاهر من الأحداث ولم يقل من الحدثين، لأن للرجال حدثان وللنساء أحداث أخرى، فإن جمعتها يعني هنالك النساء لديها ما لا يوجد للرجل، فلديها أكثر أسباب الغسل لديها تزيد على الرجل، فالرجل لا يحيض ولا نفاس ولا يعني يشغل هال نعم. والبقية الباقي سنن، وليتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه التي يجب التنظيف منها أكثر من أن تحصى. اللي في الخارج مهم بينه، في الثوب من بينه، في المكان ظاهرة، على الجسد ظاهرة، سبحان الله. ولكن الباطن هو الذي بحاجة إلى رعاية. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله خيرا.